مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم الى حلقه جديده من مؤشر النيل، حلقه نهايه هذا الاسبوع اليوم الخميس مع اداء البورصه المصريه التي تباينت اداء مؤشراتها، ونحلل هذا اليوم مع البورصه المصريه، البورصات العالميه واخبار الاقتصاد. نبدا من البورصه المصريه التي تباين اداء مؤشراتها لدى اغلاق جلسه اليوم، جلسه نهايه الاسبوع على الخميس، وصل مكاسب محدوده للمؤشرات الاسهم الكبرى والقياديه. قابلها تراجع لجني الارباح للاسهم الصغيره والمتوسطه مع تزايد الترقب لقرار المركزي المصري بشان اسعار الفائده في اجتماعه المقبل بعد تثبيت مجلس الفيدرالي الامريكي للفائده امس. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1,162 مليار بعد تداولات كلية بلغت ب 4.1 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.5% لينهي الأسبوع عند مستوى 17,881.52 نقطة. فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3,466.77 نقطة. وامتدت الانخفاضات إلى EGX100 الأوسع نطاقا الذي انخفض بنسبة 82% لينهي التعاملات عند مستوى 5,163.21 نقطة. ننتقل إلى منطقة الخليج العربي، حيث أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة اليوم الخميس. تأثرت المعنويات بفعل إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنكير المركزي الأمريكي لاحتمال استمرار رفع أسعار الفائدة والعودة إلى الرفع مجددا. أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال رفعها نصف نقطة مئوية على الأقل مع نهاية هذا العام. المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تراجع ب 0.2% مع تراجع أسهم معظم القطاعات وهبوط سهم بنك الرياض ب 1.8%، كما انخفض سهم شركة أرامكو العملاق النفط العالمي ب 0.8%. المؤشر القطري هبط هو أيضا ب 0.2% لينهي مكاسب استمرت على مدى جلستين متتاليتين. أما مؤشر أبو ظبي فقد تراجع ب 0.1% بعدما ارتفع في الجلسة الماضية متأثرا اليوم بانخفاض سهم أدنوك للغاز 2.3%. ووصل مؤشر دبي موجة المكاسب المستمرة منذ أسبوعين وأغلق على ارتفاع بنصف بالمئة بدعم من مكاسب قطاع الصناعة والمالية. أما في بورصة وول ستريت الأمريكية فقد فتحت المؤشرات الرئيسية منخفضة اليوم الخميس مع هبوط المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 ونزداك المجمع من أعلى مستوياتهما في 14 شهرا بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي ب 0.1% إلى 33,945.98 نقطة. مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فتح منخفضا ب 0.17% عند 4,365.33 نقطة، في حين انخفض مؤشر نزداك المجمع ب 0.39% إلى 13,572.88 نقطة. هذا وعقب إبقاء المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، قال رئيس البنك جيروم باول إنه قطع شوطا طويلا في محاربة التضخم وأن الأثر الكامل للتجديد النقدي سيظهر لاحقا. باول أضاف أن جميع مسؤولي البنك تقريبا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، موضحا أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر يوليو قد يشهد زيادة أخرى في سعر الفائدة. جيروم باول قال إن البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي ملتزم تماما بالسعي لتحقيق مستوى التضخم المستهدف عند 2%، لكنه حذر من أن ذلك لا يزال أمامه طريق طويل.
في أوروبا فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الخميس، وذلك في عقاب إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأنه سيقر مزيدا من الزيادات خلال العام. وانخفض المؤشر ستوك 600 الأوروبي ب3%، وارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي ب9%، مع صعود سهم H&M السويدية ب5.3%. هذا وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 22 عاما، وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الزيادات ليواصل معركته لكبح التضخم هو أيضا مثل زميله الأمريكي، حتى في ظل تراجع اقتصادي منطقة اليورو. رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس، أي ما يعادل 0.25% إلى 3.5% في الإجمالي، وهو أعلى مستوى لهذا الرفع منذ عام 2001. المركزي الأوروبي قال، والذي يضم 20 دولة تشترك في عملة موحدة هي اليورو، إنه يتوقع أن يظل التضخم فوق نسبة 2%، ملمحا إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. أما المؤشر الياباني فقد تخلى مؤشر نيكاي عن مكاسبه، وتراجع اليوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب كبيرة سجلها المؤشر على مدى 4 جلسات. مؤشر نيكاي انخفض ب5% إلى 33,485.49 عند الإغلاق، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب2% إلى 2,293.97. ودعونا نحلل هذه الأخبار وهذه التراجعات بشكل أوقع مع الأستاذ سعيد الفقي، خبير أسواق المال. أستاذ سعيد، يعني أهلا بحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ المشاهدين. خليني أبدأ من أسواق المال عموما العالمية. طبعا بعد إقرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في هذه الجلسة أو جلسة أمس تحديدا في هذا الشهر، ولكنه ألمح وأكد أن مازال هناك المزيد من رفع لأسعار الفائدة. نرى جميع المؤشرات العالمية في جميع البورصات قد تراجعت، يعني كيف تقرأ القرار سواء التثبيت أو قرار أو الإدلاء بتصريح أنه سيتم استكمال موجة رفع أسعار الفائدة، تأثيرها على أسواق العالم، تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، تأثيرها أيضا على الاقتصادات المختلفة؟ اولا، هو تثبيت سعر الفايده كان بعد 10 مرات متتاليه من رفع سعر الفايده. نعم. بنتكلم ان سعر الفايده حاليا 5.25. ده طبعا اللي بيتحكم في تثبيت سعر الفايده او ارتفاعها او انخفاضها معدل التضخم. احنا عارفين ان معدل التضخم وصل في اغسطس من 22 لاعلى مستوى ليه كان عند 9.1%. الآن وصل تقريبا، انخفض ما يقرب من 50%، احنا بنتكلم النهاردة في 4.9 حسب ما أعلن أمس. فبالتالي هناك انخفاض كبير في معدل التضخم. أكبر الفدرال الأمريكي أنه هو يثبت سعر الفايدة بشكل مؤقت بعد 10 مرات متتالية من الارتفاع. فالطبيعي المفروض بعد تثبيت سعر الفايدة أو خفض سعر الفايده انه بيحصل ارتفاع للبورصات العالميه، ولكن هذا تواكب مع وصول معظم البورصات العالميه الى قمم تاريخيه ومستويات غير مسبوقه، فكان من الطبيعي بعد انتظار الخبر انه يحصل شيء من جني الارباح الطفيف. اللي حصل ما حصلش انهيارات او انخفاضات حاده، كل ما فيها جني ارباح طفيف بشكل عام نتيجه لبرضو التوقع العام بالنسبه لتثبيت سعر الفايده زي ما احنا ذكرنا بعد 10 مرات متتاليه. فاعتقد ان انخفاض نسبة التضخم بالشكل دوت عند 4.9 خلال التوقيت الحالي دي نتيجة هايلة بالنسبة للقرار الامريكي، وبناء عليه اخذ هذا القرار. طبعا تأثيرها على الاقتصاد العالمي، اعتقد ان تأثير
انخفاض التضخم بهذه النسب تأثير إيجابي بعد تداعيات جائحة كورونا على مدار أعوام سابقة وبداية الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه الأحداث أثرت في الاقتصاد العالمي بشكل عام. من الطبيعي أنه يبدأ يحصل نهوض تدريجي لهذا الاقتصاد العالمي. طيب سعيد، السوق المصرية يعني متباينة اليوم، وذلك في انتظار رد فعل المركز المصري على فكرة رفع سعر الفائدة أو التثبيت. في توقعاتك سيرفع أم سيثبت؟ وكيف ترى أداء البورصة المصرية خلال هذه الفترة؟ سريعا أرجوك. طيب سريعا، البورصة المصرية أمس وصلت لمستوى 18000 نقطة، وبنتكلم في المستهدف الهاي التاريخي اللي وصلت له في إبريل من عام 2018 عند 18300 نقطة. احنا على مشارف قمم تاريخية بالنسبة للبورصة المصرية. نعم. بالنسبة للمؤشر الثلاثين، المؤشر السبعيني حقق قمم تاريخية لم يحققها من قبل على مستوى الفترة السابقة. طيب المتوقع بالنسبة لتثبيت المركز المصري سعر الفايدة، احنا عارفين ان المركز المصري بينتهج سياسات نقدية توسعية غير طبيعية، يعني ما بيتبعش للفدرالي الامريكي زي العديد من الدول، ولكن هو ليه سياسات نقديه مستقله. فالمتوقع خلال الفتره القادمه انا اتوقع انه يحصل تثبيت لسعر الفايده. نعم. وان يحصل صعود لمستويات غير مسبوقه بالنسبه للاسهم البورصه المصريه اللي ما زالت لا تعبر عن قيمها الحقيقيه. ما زال امامنا الكثير وسط الاعدادات القادمه بالنسبه للطروحات اللي اعلن عنها، وبالنسبه للدوره الاقتصاديه الجديده للاستثمار الغير مباشر بشكل عام. نعم. أتوقع أن البورصة المصرية تشهد طفرة سعرية خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. بشكرك طبعا لتثبيت سعر. بشكرك الأستاذ سعيد الفخ خبير أسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التحليل. ومشاهدينا الكرام، بهذا التحليل ننهي حلقة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع وحلقة نهاية الأسبوع لمؤشر النيل. نشكركم دائما على حسن المتابعة، مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عمرو.